كلوز اي ثينك بدينا هون. الملخص يعني مثل ما بقولوا دائما احنا قاعد نتكلم عن مهارات تعلم ذاتي تظل. وصراحه من مهارات التعلم الذاتي يعني انك انت تتعلم تدرس لوحدك، وهذا جزء من السيستم للنظام المفتوح. يعني هذا احد الفروق بين النظام المفتوح والنظام المقيم او النظام الاعتيادي. بلاش تقول التقليدي، بزعلوا ترى التقليدي. التقليدي دائما بيوحي انه شيء قديم تعبان مش كويس. لا، ما حدا بيحكي هذا الكلام. احنا خريجين هذا النظام، يعني انا بحكي عن حالي انه خريجين هذا النظام. احنا درسنا على الانظمه المعتاده المأثوره اللي تعودنا عليها، اللي هي قائمه بشكل اساسي على المحاضره، واحنا الان قاعدين بنحاضر. يعني في اللقاء الصفي عندنا هسه الكلام اللي قاعد بسويه معكم انا هو عباره عن محاضره. فالفروق اللي راح تلاقوها بين النظامين انه الاستاذ او المعلم او الدكتور بيكون هو مصدر المعرفه الاساسي، هو اللي بيقرر ايش الماده، ايش اللي لازم يقدم، كم لازم يعطي من المقرر، هو اللي بيحط الامتحانات، هو اللي بيحط كل شيء. فبالاخير اول تالي عند الدكتور، انتهى الكلام تقريبا يعني بهذا النظام بشكل او باخر هو هيك. لكن في نظام التعليم المفتوح على الاقل، احنا خلينا نتكلم عن نظام الجامعه العربيه المفتوحه. يعني لعله من فوائد هذا الكورس اللي هو احنا نتعلم بالجي ار 101، ان كنتم لكم جدد الان بتصيروا تتعلموا على ايش هو هذا النظام، كيف بيختلف. اول شيء المقارنه، او يعني انك انت تصير تعكس ايش موجود في الجامعات النظاميه والجامعات الخاصه اللي بتشتغل بالنظام المقيم او بالنظام الاعتيادي، النظام اللي احنا متعارفين عليه، تيجي تعكسها على هذا النظام ما بزبط، لانه في اختلاف. انت قاعد تحضر كم محاضره في الاسبوع لكل مقرر؟ طب ذاك قاعد بحضر ثلاثه للمقرر. طب كيف بدنا نطلع احنا اثنين بنفس المعرفه؟ لا، بجوز انا اطلعك احسن منه. الشغله الثانيه انه نظام الجامعه العربيه المفتوحه بتميز كمان عن باقي الجامعات، انه هي مش جامعه اردنيه محليه. يعني احنا قراراتنا مش كلها متخذه داخل الاردن. يعني احنا تابعين للنظام، النظام هذا مؤسسي، مش يعني تنساش لما نقول للكويت، مش يعني انه احنا بنجيب اوامرنا من الكويت، مش هيك المقصود. مقر الرئيسي كان ممكن يكون في عمان، ممكن يكون في البحرين، ممكن يكون في عمان، ممكن يكون في مصر، في لبنان، في اي فرع من الفروع. فوجود المقر مش معناته يعني انها تبعيه لدوله معينه، لا، هو مش هيك المقصود. هي اول مشروع تقريبا عربي بضم الدول العربيه بشكل يعني غير سياسي. طبعا تاريخ الجامعه يمكن قراته شوي في البروشور تاع الجامعه، انه هو بدا بفكره من الامير طلال، بعدين عملوا دراسه جدوى، وجدوا انه المشروع هذا ممكن يخدم فئه من الناس، يعني اما يكون يعني مثلا صباح النور، يا اما بيكون مثلا يعمل في مجال معين وحابب يغير تخصصه، او هو فاته التعليم لسبب ما، لظروف ماديه، لظروف انسانيه، لظروف اجتماعيه، يعني تتعدد الظروف. ممكن تكون ربة بيت وحابه تكمل تعليمها. يعني هو يستهدف صراحه مش فئه الطالب اللي هو خريج الثانويه العامه اللي مفتوح امامه عدد كبير من الجامعات اللي ممكن يروح عليها وهو متفرغ اساسا للدراسه. الان صار في عندي بديل اللي هو نظام يعني يفتح الطريق امام العديد من الناس. يعني بعرف ناس كثير مثلا تخصص رياضيات، اشتغل ولا هو طلع معلم، مش عاجبه وضعه معلم، بده يغير. اليوم الناس كلها رايحه على البزنس، بده يروح محاسبه، بده يروح اداره اعمال، بده يروح اي تي، بده يغير تخصصه. في ظل عمله ما بيستطيع يروح على جامعه نظاميه ويدرس دراسه منتظمه. فاجت الجامعه المفتوحه بهذه الروح، يعني اجت بهذه الروح انه احنا ممكن نعطي فرص لفئات عديده من المجتمع. وصراحه يعني بتستغربوا كم العدد، يعني الاعداد كبيره جدا. احنا في الاردن عندنا هون المنافسه شديده، جامعات كثير سواء خاصه او حكوميه، الابواب مفتوحه. الان في بعض الجامعات الخاصه بتفتح دراسه المسائيه مثلا كمان، يعني بتعطي نوع من اللي هي المرونه في انه الطالب ينتظم في الدراسه ويكمل وياخذ شهادته.
لكن تعال شوف مثلا في دول الخليج مثلا في الكويت يعني تخصص التربية بالدور بوقفوا له، لأن المدارس الخاصة هناك بدأ خريجين بكالوريوس، خريجين بكالوريوس جامعة الكويت ما بتقبل حدا، تيجي واحد من برا معها شهادة صعب، بصير مشكلة الإقامة وما إقامة وفي شغلات يعني ما لهاش دخل بالتعليم. فبقول لك لو أحصل على البكالوريوس داخل الكويت بسهولة بتعين براتب مجزي مثلا، يعني قصص كثير تسمع، قصص كثير. الأفواج الأولى للجامعة العربية المفتوحة اللي أول ما بدأت يعني صراحة تسمع قصص منهم يعني مثل حلم كان وتحقق، وهذا إشي كويس يعني، هذا إشي مشجع. طبعا لكل نظام فيه له سلبيات أكيد، يعني مش كل شيء يعني بيكون بيرفكت 100%. طبعا من أول أنظمة التعليم المفتوح أو على الأقل اللي إحنا متبعينه في الجامعة العربية المفتوحة، إنه يجب أن يكون لكل مقرر كتاب مرجعي، لازم يكون في كتاب كل الدكاترة كل الأساتذة يلتزموا في هذا الكتاب، هذا زي عقد بيني وبينك كمان، يعني مش بس إلي، إلي وإلك. أسأل إحنا في عندنا خطة موجودة على موقع إدارة التعلم، الخطة بيكون شكلها مثل هيك، موجودة عندكم تدخلوا. المفروض الآن اليوم إن شاء الله راح نتعلم كمان كيف ندخل على موقع إدارة التعلم. في حدا فيكم دخل على موقع إدارة التعلم؟ مش التسجيل، لا هسه بنحكي عنه معناته. هذا موقع إدارة التعلم بيكون للتعلم بس، يعني بنحط فيه الأشياء اللي احنا بندرسها، ملخصات الوحدات، الامتحان، كل شيء. ممكن نحط مش بس فورم، لا أكثر من فورم، لا أكثر أكثر من فورم، هو الفورم جزء منه. يعني أنا أسأل أبدأ أقول لك مثلا في عندكم تي أم اي، عندكم واجب لا مش الهوم بيج، الالمس دخلتوا عليه، دخلتي على مادة جي ار 101 بس، ممتاز. انا في مشكلة، هم غيروه هذيك اليوم وانا مش عارف افوت على موقع، انا مش عارف افوت على موقع. انه تحط رقم الوطني معناته بدي استعين في واحد منكم يدخل على السايت عشان نعرف احنا ايش كيف بدنا نتفاهم احنا وياه. هسه التواصل بيننا راح يكون رقم واحد موقع إدارة التعلم، رقم واحد راح يكون موقع إدارة التعلم. يعني لو بدي أعلنكم على إشي، بدي أبلغكم عن إشي عن طريق موقع إدارة التعلم راح أبلغكم. يعني مثلا الخطة الدراسية، الخطة الدراسية هي موجودة، هل الكتاب هذا كله بدنا ندرسه ولا مش كله بدنا ندرسه؟ مش ضروري تستنى مني أقول لك أنا والله راح ندرس هذا الكتاب كله ولا مش راح ندرسه كله. بنفوت وين؟ اللي هي ستدي بلان أو ستدي كالندر، بتفوت عليه مبين وين الواجب بده يتسلم، وين الامتحان راح يجي، متى موعد الامتحان النهائي، كل هاي المعلومات. احنا مثل ما قالوا اليهود عنا، العرب لا تقرا، اقراوا. عندك استفسار استنى للاسبوع الجاي اشوف الدكتور واساله كثير، ودي مسج على طول على الموقع او على الموبايل. هسه بعطيكم رقم موبايلي، وانا مكتبي هي 314، ترتب بسرعه جيت، رقم مكتبي 314، وهاي اسمي مفيد ابو موسى، وهاي رقم تليفون الموبايل تاعي. طبعا طبيعي اني ما ردش على التليفون. مش لا مش لا بديش ارد يعني، لا لا ابدا، مش على وقت ولا هذا. يعني هسه مثلا لو واحد رن عليه ما بردش عليه، لانه اصلا ببساطه الموبايل مش معي، لما اكون في محاضره او بكون في عندي شغل ما بقدر ارد على التليفون، بس اذا في شيء ضروري ودي مسج انا برد عليك على المسج. على الفيسبوك عندي اكاونت على الفيسبوك، بس مش كثير بفتحه. لا في طريقه اسهل، احنا خلينا شغلنا كله على الام اس، بدناش نتشتت. بعطيكم الايميل كمان، يعني البريد الالكتروني كمان هذا كثير بيساعد، هذا البريد الرسمي، سجلوه عندكم، ما احد يجي يقول لي بعدين اللي بنساه. هنا هي المسجلات على الباب، غرفه 314، يعني اذا واحد نسي يفوت على اياته على الباب من برا، مكتوب رقم التلفون ومكتوب الايميل ومكتوب الجدول تبعي باي غرفه بكون خلال السبت والاحد. طبعا باقي الاسبوع انا عندي 2 3 4 موجود في المكتب يعني باستمرار. رقم تلفون الهاتف طبعا الجامعه، عارفين رقم تلفون الجامعه؟ 5 630 630،
خمسة 630 630 الاكستنشن تاعي 4000 سنة. خلنا نتذكر هو والله من يحفظه. أنا بتصل شحالي، أنا بتصل على غيري بس هو ناسي، بس أخلص بشوف الكوية ناسي صراحة كم الاكستنشن تاعي. فإذا أحد عنده شيء ضروري بده يتكلم أو بده يتواصل معي، ممكن عن طريق الإيميل، ممكن عن طريق الـLMS نفسه، ممكن عن طريق التلفون، ممكن على الفيسبوك، ما في مشكلة. وفي عندي سكايبي كمان أكاونت، هسه بعطيكم يا سكايبي أكاونت ندخل عليه بوريكم إياه، لأنه يعني الطلاب كثير يعني بنتواصل مع الطلاب عن طريق سكايبي. اللي مش عارف شو بحكي يحكي. يعني اللي مش عارف شو الفيسبوك شو ما ضلكش قاعد ساكت، قول يعني شو بتحكي انت قاعد، هذا مش فاهم شو بتحكي انت، علي شو بتحكي. انا بحاول نكون عملي قد ما نقدر يعني، ان شاء الله نشوف كيف لا لا اذا بتشوفني دا يعني انت بعطيك شو اسمه سكايبي نيم تاعي لا لا ولا مش هيك، ممكن تلاقيني خلال الاسبوع باستمرار فاتحه. بس مش ضروري مثلا وانا اونلاين ارد عليك، ممكن اكون نفس فاتحه اونلاين بس طالع مسج دكتور ممكن نحكي مع بعض. خلص اذا ممكن على طول ما بشوف الا رنينا. ما مش انه فيش قيود يعني، فيش القيود. خليني احكي عن الشغلات النظريه شوي بسرعه. طبعا احنا مش كل كتاب مقرر علينا، احنا راح نبدا اليوم ان شاء الله بترتيب الكتاب بالوحده الثانيه، ترتيبنا هيك اليوم ان شاء الله راح نخلص الوحده الثانيه اللي هي بتتكلم عن نظام التعليم المفتوح. نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد. شو صار راح نرجع لها المره الجايه، لان هم